الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذهب أبو العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال: أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفعل حتى أستأذنها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب ويقول لها: إن ابن خالتك قد جاءني اليوم وقد ذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمر وجهها رضي الله عنها وابتسمت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج أبو العاص زينب، لكي تبدأ بينهما قصة حب قوية. نعم، وأنجبت منه علي وأمامة رضي الله عنهما. ثم بدأت مشكلة كبيرة وعقيدة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح نبيا، بينما كان أبو العاص مسافرا. فلما عاد دخل على زوجته ثم قالت له: يا أبو العاص، عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها، فاندهشت زينب من هذا الفعل، فتبعته وقالت له: قد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. فقال لها: هلا أخبرتني أولا؟ فقالت له: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي كذابا، ولقد أسلمت أنا وأسلمت أمي وأسلم ابن عمي علي بن أبي طالب، وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر الصديق. فقال: أما أنا لا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أباك بمتهم. ثم قال لها: فهلا عذرت وقدرت؟ فقالت له: ومن يعذر إن لم أعذر أنا؟ الله، ومن يعذر إن لم أعذر أنا؟ فأنا زوجتك وأعينك على الحق حتى تقدر عليه. الله الله، فأنا زوجتك وأعينك على الحق حتى تقدر عليه. نعم، ظل أبو العاص على كفره. ثم جاءت الهجرة، فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبقي مع زوجك وأولادك. نعم، وظلت بمكة إلى أن أحدثت غزوة بدر. ظلت زينب في مكة إلى أن أحدثت غزوة بدر. وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش. زوجها يحارب أباها. تخيل، زوجها يحارب أباها. وكانت زينب تخاف هذه اللحظة، تبكي وتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فيتيمم ولدي أو أفقد أبي. ويخرج أبو العاص وتذهب أخباره لمكة، فتسأل زينب: وماذا فعل أبي؟ فقيل لها انتصر المسلمون، فتسجد شكرا لله. ثم سألت: وماذا فعل زوجي؟ فقالوا: أسره حموه. فقالت: أرسل في فداء زوجي، ولم يكن لديها شيئا ثمينا. يعني في ذلك العهد كان إلا شدوهم كيقدموا واحد الفدية باش تلقوهم يعني. وزينب رضي الله عنها ما عرفت ما ترسل للزوج تاعها في فداء زوجها، ولم يكن لديها شيئا ثمينا تفتدي به زوجها. فخلعت عقد أمها، كانت لديها عقد لأمها رضي الله عنها وهي خديجة، الذي كانت تزين به صدرها، وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الفدية ويطلق الأسرة. نعم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقد خديجة شك كأنه يعرفه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني امتسك ذلك العقد، ذلك الفدية، يعني كأنه يعرف ذلك العقد، شك بأنه يعرفه.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فداء من؟ هذا فداء من؟ فقالوا له: هذا فداء أبو العاص. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح بدموعه ويشتم هذا العقد ويقبله، يبكي وأبكى معه ويمسح بدموعه ويشتم هذا العقد ويقبله. لماذا؟ لماذا يا ترى لماذا؟ اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، اشتاق لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للصحابة وهو يبكي: أتدرون لمن هذا العقد؟ أتدرون لمن هذا العقد؟ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: هذا عقد خديجة. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل صهي، فهلا فككت أسره، وهلا قبلتم أن تردوا لها عقدها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العقد لأبي العاص، ثم قال له: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة، لا تفرطي في عقد خديجة، لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا العاص، هل لي أن أساررك؟ ثم تنحى به جانبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمر أن أفرق بين كافر ومسلمة، فهلا رددت إلي ابنتي؟ فقال أبا العاص: نعم. وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة، فقال لها أبو العاص حين رآها: إني راحل. فقالت: إلى أين؟ فقال لها: ليس أنا الذي سيرتحل، ولكن أنت من سترحلين إلى أبيك. فقالت: لما؟ قال: للتفريق بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك، فارجعي إلى أبيك. فقالت زينب: فهل لك أن ترافقني وتسلم؟ قال: لا. فأخذت زينب معها أبناءها وذهبت إلى المدينة، وبدأ الخطاب يتقدمون لها مدى 6 سنوات. بدأ الخطاب يتقدمون إلى زينب مدى 6 سنوات، وترفض إلى أمل أن يعود إليها زوجها. بعد 6 سنوات خرج أبو العاص بقافلة من مكة إلى الشام، وأثناء سيره التقى بمجموعة من الصحابة رضي الله عنهما، فسأل عن بيت زينب، وطرق بابها قبيل صلاة الفجر. بعد 6 سنوات خرجت زينب وقالت له: أجئت مسلمة؟ أجئت مسلمة؟ قال لها: بل جئت هاربة. فقالت زينب: فهل لك إلى أن تسلم؟ قال: لا. فقالت زينب: فلا تخف، فلا تخف، فمرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. وبعد أن أما النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في صلاة الفجر، إذا بصوت يأتي من آخر المسجد: قد أجرت أبو العاص، قد أجرت أبو العاص، قد أجرت أبو العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو الولد، وقد أجرته يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل صهري، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفالي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده فهذا أحب إلي، وإن أبيتم فالأمر لكم والحق لكم ولا ألومكم عليه. قالوا: يا رسول الله، نعطيه ماله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا زينب، قد أجرنا من أجرت يا زينب. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت زينب وقال لها: يا زينب،
أكرمي مثواه فإنه ابن خالتك وأبو العيال، ولكن لا يقربنك فإنه لا يحل لك. فقالت نعم يا رسول الله. فدخلت وقالت لأبي العاص أهان عليك فراقنا، الله أهان عليك فراقنا، أهان عليك فراقنا، هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ فقال أبو العاص لا، وأخذ ماله وعاد إلى مكة. وعند وصوله إلى مكة وقف وقال أيها الناس هذا مالكم، فهل بقي لكم شيء؟ قالوا جزاك الله خيرا، وفيت أحسن الوفاء. فقال أبو العاص أيها الناس، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم دخل المدينة وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، أجرتني بالأمس واليوم جئت لكي أقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال أبو العاص يا رسول الله، هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال معي. وقف على بيت زينب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب، إن ابن خالتك جاءني اليوم يستأذنني أن يراجعك، فقال فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت رضي الله عنها. ولكن بعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب رضي الله عنها. ولما ماتت بكى أبو العاص بكاء شديدا، بكى أبو العاص بكاء شديدا حتى رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه ويمسح عليه. ثم قال أبو العاص للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب، والله يا رسول الله ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب. ومات أبو العاص بعد سنة من موت زينب رضي الله عنهما تعالى. الحب أيها المسلمون ليس بالطريق أن يختار، الحب طريق أحيانا نجبر عليه، لكن للأسف الظروف تجعلنا لا نستطيع أن نمشي في هذا الطريق، ربما الظروف تصدنا عن هذا الطريق. الحب لو كان اختيارا لما رأيت للكراهية طريق، فربما الظروف لا تساعدنا للوصول إليها، ربما عمل، ربما أهل، ربما أم، ربما أسرة، لا أستطيع أن أصل لها وقلبي يتعطش لها. فللأسف هذه هي لعنة الحب، لعنة الحب أنه يزداد كلما صعب أن نحب أن نصل إليه، تزداد شوقا ويزداد الحب جمالا كلما صعب المحبوب الوصول إليه. لو وصل قيس لمحبوبته ما سمعنا بيتا واحدا. وأجمل ما قال قيس، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها كعود الشجا أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو شابهه أو كان منه مدانيا، والحمد لله رب العالمين.